بالك باش نفهموا هذا الكل اللي قاعد يصير. الكل هذا معانا سي حمدي حشاد الخبير في أشأن المناخ. صباح النور، اهلا وسهلا حمدي. صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس. تحيه ليك على قبول الدعوه، ونحب نفهموا حقيقه معاك شنو اللي قاعد يصير في بلادنا وفي البحر الابيض المتوسط الكل. في العاده هالمناخ هالمنطقه هذيا عندها مناخ خاص، تقريبا مناخ معتدل، العالم الكل خلينا نقوله يجي في زيارات سياحيه لمنطقه المتوسط نظرا للمناخ المتوسط المعتدل اللي ما فيهوش حراره مرتفعه وما فيهوش بروده كبيره. لكن في الفتره الاخيره وفي العوام الاخيره قاعدة المنطقة هذه كلها تشهد في تغيرات مناخية قصوى من النقيض إلى النقيض. هذا شنية سبب متاعه؟ صحيح، ممكن نحن قدامنا ظواهر غير مألوفة، وعلى الأقل الشد متاعها والتواتر متاعها يخلينا نطرح أكثر من سؤال. نشاهده في فيضانات كبيرة معنا في إسبانيا معنا من فترة غير طويلة، معنا تثبت موقف حصيلة ثقيلة ممكن 250 ضحية. كيف نهارين التالي ممكن ولا حتى ما زال تأثيرات من زيت موجودة توا في كتانيا في ساق الليها، معناها كيف كان فما أمطار، واللي ممكن الحاجة اللي كانت تهمنا المنخفض الجوي ذاك هو بيدو كان فوق تونس، وهو بيدو يمكن نوعا ما جزء منه مسؤول عن الأمطار اللي شفناها اليوم الصباح والتفاعلات. منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت منطقة معروفة بمناخ معتدل، يعني تعتبر المناخ معتدل، يعني ما فيهاش ظواهر مناخية خلينا نقولوا متطرفة. كانت يمكن تشهد فترات جفاف، لكن ما كانش تشهد معناها خلينا نقولوا ظواهر مناخية متطرفة كما العصير اللي كانت موجودة، لكن نادرة، يعني ماهيش كانت التواتر نتاعها بالشدة أو بمعناها خلينا نقولوا الغير منطقة غير مستقرة نوعا ما. لكن مؤخرا معناها باللي قاعد يصير بارتفاع درجه حراره مياه البحر، معناها والظواهر اللي ممكن تنتج على ارتفاع درجه حراره مياه البحر، ولينا نحكيو تدريجيا اللي فما دو فوايي معناها نتاع ينجموا يتولدوا فيها معناها العواصف والاعاصير في البحر الابيض المتوسط. نحكيو على جولف دي ليون في جنوب فرنسا معناها وجزء منه يشمل ايطاليا، وكذلك المنطقه الثانيه اللي بحر ايجيه في اليونان. هذيك ممكن نشوفوا في شفنا عملية معناها عاصفة دانيال ومعناها اللي تثبت فيه الشقيقة ليبيا من خسيرة حصيلة معناها ثقيلة نوعا ما، وكيف كيف معناها ممكن حتى ذوات اللي قاعدين نشهدوا فيها العاصفة دانا اللي ضربت فالنسيا أكثر من أسبوع التالي. بالتالي نشوفوا معناها اللي فما حاجة قاعدة تتغير، نشوفوا منطقة البحر الأبيض المتوسط ولا فما استقرار نتاع ظواهر مدارية واستوائية في البحر الأبيض المتوسط، وهذا حاجة مش مألوفة بالكل. هذا يا حمدي هالتغير هذايا اللي ساير، الواضح انه نتيجة التغيرات المناخية هذايا نتيجة ما تشهده الأرض بصفة عامة والكوكب بصفة عامة من تغيرات على مستوى خلينا نقولوا استغلال الموارد الطبيعية بشكل كبير، الانبعاثات الغازية وتأثيراتها. ظهر انه الأسباب الأساسية هي هذه معناتها بصفة عامة، لكن أنا اليوم كيف نلاحظ تغيرات من نوع هذا لكن باش يكون عندها تأثيرات كبيرة على حياتنا، تأثيرات على الأجيال القادمة على حياتنا اليوم ديجا فما تأثيرات معناتها مباشرة وغير مباشرة معناتها. لكن تقولنا شنية التأثيرات اللي تنجم تكون على حياة التونسي وعلى حياة سكان المتوسط بصفة عامة ودول المتوسط نتيجة هالتغيرات هذه؟ هو التأثيرات متشابهة من في تونس أو المناطق الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لأن يعني المنطقة الجغرافية ماهيش كبيرة وماهيش متباينة جغرافيا بدرجة كبيرة معناها اللي تخلي معناها نشهدوا حاجات متباينة. اللي ممكن أكثر حاجة وسامع مازلنا توا قاعدين معناها ما خرجناش نقولوا نحن من الدائرة الحرجة نوعا ما، اللي هي تواتر مواسم الجفاف وطول فترات الجفاف. وكما نشوف معناها حتى توا في نوفمبر درجات الحرارة معناها أعلى من 4 إلى 6 درجات من المستويات العادية والفصلية اللي الإنسانيين سجلوها خلال هذا الوقت من السنة. معناها نشوفوا حتى معناها تقريبا نحن قريب باش ندخلوا معناها الأخر أو في شطر معناها نوفمبر، ومازال معناها الطقس ماهوش بارد، يعني المفروض يكون أقل معناها كما قلت لك من 6 إلى 4 درجات، لكن مش هذا اللي قاعد يصير. كيف أسامة ممكن نحكي زاد اللي فما الجفاف تقريبا نحن في السنة 7 على التوالي جفاف نحكي. ومن السنة 7 مش ندخل السنة الثامنة على التوالي جفاف باستثناء سنة مطيرة اللي كانت سنة 2018 في الوسط. نشوفوا معناها طول فترات الجفاف هذيك أكيد
عندها تداعيات معناها من نقص الموارد المائية وكل الانقطاعات اللي نشاهدوها ونقص المياه وحتى نوعية المياه اللي توصلنا معناها اللي تكون متوفرة في الظروف هذه ما تكونش نوعية جيدة. من جهة أخرى كيف كيف ما ننساش إن إحنا مجتمع فلاحي بالأساس ويعتمد في جزء كبير معناها من الأنشطة الاقتصادية نتاعو على تصدير المنتجات الفلاحية، والمنتجات في كل فلاحة معناها كلها مرتبطة بتوافر كميات من الأمطار، وهذا معناه اللي للاسف معناه موش متوصل، معناه اللي قاعد توا كيف نقولوا الروت سكور معناه اللي قاعد نعتمدوا عليها توا هي المياه الجوفيه، لكن المياه الجوفيه زاد راهي ماهيش جزء كبير منها غير متجدد او التجدد نتاعها بطيء، وبالتالي معناه قاعدين نستنزفوا في مواردنا كي ما تصبش المطر، وقاعدين معناه مركزين بصفه خاصه او بصفه كبيره على المياه الجوفيه. هذا من جانب. كيف كيف اللي ممكن زاد ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف ولا تمدد فصل الصيف على حسب الفصول المعتدلة، معناها نحكي على الربيع ولا الخريف، اللي يخلي معناها فما طلب كبير على الطاقة. طلب كبير على الطاقة هذا كله معناها ان احنا الدولة مش منجز طاقيا، لازمنا نفهموا اللي جزء كبير من العجز التجاري نتاعنا مربوط بالعجز الطاقي. صحيح العجز. نعم مربوط بالعجز الطاقي، تقريبا نسبة العجز التجاري، نسبة العجز قيمة العجز الطاقي في وسط العجز التجاري 9.8 مليون دينار، معناتها 9.8 مليار دينار كبير. معناها كي تشوفوا انت وقت في فصل الصيف معناها الطلب على الكهرباء معناها باش يكون كبير، وبالتالي معناها الكهرباء باش تكون معناها مستورده في جزء منها، مستورده شنو؟ مستورده عن طريق الغاز نستوردوه، المشتقات البتروليه الاخرى، او حتى على الشرائيات اللي هي كيما في الصيف هذا جزء كبير من الكهرباء نتاعنا معناها كيما نقولوا ديباناتنا الزايد معناها. بالتالي ولينا نحكيو فما مفهوم ممكن نشروا مشكورين بعض رؤساء مؤسسات ياسيو اللي معناها فما اشاروا فما التضخم المناخي معناها قاعد تقريبا نسبته كان صدقني ربي الرقم صحيح واللي نذكره 0.7 معناها نسبة التضخم المناخي. اها الرقم هذاك ماشي باش يرتفع، معناتها خليني نفهمها شوي. نسبة التضخم المناخي ماني متأكد من الرقم يعني 100%، لكن هذا اللي نستحضره حاليا في عقلي معناها بالنسبة ذيك تقريبا وهي باش ترتفع السنة القادمة كذلك. يعني نسبة التضخم سنين. نسبة التضخم خلينا نقول الاقتصادي المتأثرة اللي سببها المناخ، معناتها اللي سببها المناخ معناها في ارتفاع معناها تضخم اسعار المواد الغذائيه او حتى تضخم اسعار الطاقه على الصعيد العالمي معناها. دونك اليوم اللي قاعد حمدي اللي قاعد نفهم فيه الكل قاعد ياثر علينا معناها. اللي قاعد نفهم فيه من عندك قاعدة تقول لي وأنه هالتغيرات المناخية اللي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط قاعدة تتسبب أول حاجة خلينا نقوله في كلفة مادية على دول المتوسط، نظرا لأنه خلينا نقوله دول تعيش في نسق معين منذ سنوات، حتى التركيبة الديموغرافية والتركيبة السكانية ونوعية البناءات وطريقة العيش والبنية التحتية الكل تبنيت على مناخ معين نعيش فيه، مناخ متوسط معتدل غيره. فجأة التغيرات هذه كيف تجي بطريقة قصوى وفي فترات متواترة وقصيرة، دونك هذا يتطلب أنه هذا الكل نمط الحياة هذا الكل باش يتغير، وهذا عنده كلفة مادية وتأثيرات اجتماعية مباشرة على حياة الناس. هذا اللي فهمته من اللي من اللي من اللي, اللي قلته لنا. طبعا معناها حتى خلينا نحكي على الدول الاوروبيه بشكل اساسي، معناها النماذج معناها العمرانيه اللي اعتمدوها كانت تعتمدها لطول فتره البارده معناها طول فتره الشتاء. صحيح اي معناها حتى التصميم المنازل هذيك معموله بالاساس معناها مش يكون كيف تخزن الطاقه معناها في فصل الشتاء كي تسخنها ما تقعد سخونه. لكن المشكل تاعو معناها مع التغيرات المناخيه كيف كيف معناها المنازل هذيك ولات عباره على افرام ديفور معناها اللي ولات معناها النموذج هذاك معناها تو فما معناها دعوات معناها لمراجعه النموذج هذاك اللي ما عادش يتماشى مع المناخ اللي قاعد معناها مجموعه كبيره من التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها ونشهدوا فيها تو. بالتالي معناها برشا حاجات قاعده فميز اون كيستيون معناها برشا من المسلمات على الاقل في طريقه عيشنا في طريقه اكلنا في طريقه السكن نتاعنا في طريقه الاستهلاك نتاعنا قاعده ممكن لازمها اعاده تعريف واعاده صياغه جديده معناها بما يتلائم مع الوضع الجديد اللي نشوفه فيه.
حمدي والله هو السؤال الأخير باش نختم به، وهي ملاحظة كانت من عند برشا متابعين ومستمعين وبرشا حتى تساؤلات ما تروح حتى على شبكة التواصل الاجتماعي. السؤال هذا، هل التغيرات المناخية هذه هل هل معناتها عندها فترات تكون فما تغيرات ثم نرجع للمناخ المعتدل؟ هل هذا صار قبل في التاريخ تصير تغيرات قصوى ثم ترجع المنطقة تستقر، أم أنه دخلنا في منطقة التغيرات المناخية وما عادش باش تقف؟ معناتها نتيجة للأسباب اللي نعرفوها الناس الكل اللي متسبب اللي وصلتنا للنتيجة هذه. خليني نقول لك حاجة أسامة، فما فترات طبيعية تتعدى، نحكيو على الطبيعي معناها الشكل الطبيعي معناها، فما فترات حارة نوعا ما معناها تجي فترة احترار، وفما فترات تبرد مراحل باردة معناها. لكن الآن نحكيو على مرحلة معناها الإنسان تدخل نوعا ما، أو فما العديد من الإشارات والقرائن معناها تقول الإنسان غير او ساهم معناها في المتغيرات هذه تكون سريعه. بالتالي نحن قدامنا مرحله جديده نوعا ما، معناها حتى جيولوجيا معناها فما تعريف يقول لك مرحله الانثروبوسين معناها مرحله الانسان الصناعي واللي سبب فيه واللي بدا تقريبا عندها 250 سنه. باش نقول لك نرجع ما نرجعوش، هذا كل مربوط باللي نعملوا فيه، هذا كله مربوط نعملوا فيه. معناها كما شفنا فترات جفاف، كما توا قاعدين نشوفوا تساقطات مطريه في بعض مناطق من الساحل، معناها مستوى الامطار تجاوز 100% من المعدل السنوي. تجاوز 100% من المعدل السنوي معناها التساقطات. معناها فما مناطق ما شهدت اكثر كميه امطار من المفروض تشهدوا. معناها نشوف راهي تنجم تكون راه في منحنى ايجابي ومنحنى سلبي، لكن نحن للاسف قاعدين نشهدوا التداعيات السلبيه اكثر برشا من الايجابيه. تغيرات مناخيه زاد عندها ايجابيات كذلك، مش معناها منحصره كان في السلبيه، لكن للاسف اللي قاعدين نشهدوا فيه واللي نحن يهمنا فيه مش نقولوا ترجع الامور ما ترجعش، تنجم ترجع اكيد، لكن مربوطه بالسياسات اللي قاعده تتحط على ارض الواقع. على شوف جزء كبير من الاقتصاديات، ومعناها حتى تو نحن نحكيو فما مؤتمر معناها المناخ في ادراك جام باكو، المشكل معناها من الرسائل اللي جايه من غادي مش مطمئنه، لانها معناها كلها ما زالت في توجه ودعم قطاع الطاقات الاحفوريه معناها البترول والغاز بالاساس، واللي هي معناها جزء كبير من اللي نحن نعيشوا فيه تو مسببها في هذاك. معناها حتى التو فماش خطط قاعدة تتخذ معناها تتخذ لتغيير الواقع اللي نعيشوا فيه للأسف. لكن كان سؤالك معناها نجموا ننقذوا الموقف ولا نعم، هذا هو، لكن مربوط بمجموعة كبيرة من الأفعال مربوط اللي مش قاعدة تصير للأسف حتى التو. ممكن فما تغييرات تصير وممكن تتغير السياسات هذيك، أكيد معناها الموقف يكون أفضل من الآن بكثير. واضح واضح، شكرا لك حمدي حشاد، يعطيك الصحة على كل هذه الإيضاحات. حقيقة حاولنا نفهموا شوية شنية اللي قاعد يصير في المنطقة نتاعنا بصفة عامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط عفوا، والتغيرات المناخية، وخاصة وأن بلادنا معنية أساسا بالتغيرات هذه تقريبا من النقيض إلى النقيض. احنا فترات الشتاء والليل تطويل عندنا، وفترات الصيف تطويل عندنا، والفصول المعتدلة هي اللي ما عادش نلقاوها كيف الربيع والخريف. تقريبا نلقاوها ايامات ربيع وايامات خريف، ما عادش فصول كامله. نفس الشيء في الضفه الاخرى من البحر الابيض المتوسط، دول شمال المتوسط جنوب اوروبا تقريبا تشهد في تغيرات في النقيض اللي نشهدوا فيه احنا. دونك ما عادش المناخ المعتدل اللي يجمع دول البحر الابيض المتوسط، وهذا واضح اليوم انه السبب نتاعو تاثيرات التدخل البشري وما يقوم به الانسان. ان شاء الله تكون فما في المستقبل سياسات، لأنها سياسات ما تتربطش بدول وبدولة فقط، وإنما هي سياسات عالمية اليوم للتوجه نحو التقليل من الانبعاثات الغازية، استعمال أكثر للطاقة المتجددة واللي هي تنجم تساهم نوعا ما في العودة شيئا فشيئا إلى مناخات معتدلة في هذه المنطقة. شكرا لك حمدي حشاد مرة أخرى على التدخل على توضيح كل هذه النقاط بالبساطة هذه وإيصال المعلومة لكل مستمعين. احنا مازلنا نواصل معكم فاصل قصير وراجعين مواصلة بقية حواراتنا في الشارع التونسي.